خلينا بقى نروح لأسكر أسر الكلام لحلقة يوم السبت. وزي ما قلنا ونقول كل مرة، إذا كان الكل بيتمنى الحصول على جائزة الأوسكار الشهيرة، فالكل لن يتمنى على الإطلاق أن يحصل على أوسكار أسر الكلام. أوسكار أسر الكلام النهاردة من نصيب السيد حمدين صباحي. ليه بقى بيستحق أوسكار أسر الكلام؟ من شهر تقريبا السيد حمدين صباحي أعلن عن تأسيس التيار البديل، أو أنه إيجاد بديل للسياسة. الكلام ده كان في أول مارس اللي فات. الغريب أن حالة الحماس اللي اتخذت من بعض السياسيين حوالين هذا الأمر، والغريب أن احنا كمان أشدنا بهذه الدعوة، لكن حصلت حاجة هنا لازم نقف قدامها. إذا كنا ننتقد البطء في تحركات الحكومة والمسؤولين الرسميين، فلابد أيضا أن تنتقد البطء والعناوين البراقة والتصريحات الوردية اللي بيقولها السياسيين. اتحط عنوان حلو وبراق، لكن تنزل للمتن باعتبار الأستاذ حمدين صحف يعني، ما تلاقيش حاجة مهمة. احنا أشدنا بالفكرة بتاعة التيار البديل والبحث عن بديل، وقلنا ان ده دور السياسيين ودور الدولة كمان، وبقالنا شهر مستنين نشوف أي حاجة، نشوف مثلا زيارات لأحزاب مختلفة علشان نقنعهم، مؤتمر، دعوة، تجمع، حاجة بعد البيان اللي نزل على الفيسبوك، واتكلمنا مع بعض الناس من التيار الشعبي في وقتها، وكلمنا ناس قريبين من الأستاذ حمدين، وقالوا لأ الفترة الجاية هننزل وهنقابل ناس وهنقعد مع ناس ونعمل مؤتمر ونعمل دراسات ونعمل أبحاث. لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث شيء على الإطلاق سوى تكرار مصطلحات من عينة البديل ضرورة، البديل ضرورة، وبدأ أن يكون بديل، والناس لازم تدور على فكرة البديل. إحنا مش بنزايد على حد ولا بنزايد على فكرة ولا عاوزين ننتقد حد، لكن إحنا كمان بنقول بمنتهى الوضوح والصراحة، المسؤول اللي بيقول حاجة وما بيعملهاش وبتأخر فيها بنصف في البطء، كمان برضو السياسي اللي هيوعد الناس بحاجة ويقول لهم إن هو ده البديل وهو ده الحل وبعدين ينساوي يروح ينام، هو كمان لابد أن يحصل على نصيبه من الانتقاد. ونفكر الناس انه هذا المسؤول اللي بيقول عيب، او هذا السياسي اللي بيقول عيب للدولة او للحكومة لانها بطيئة، هو كمان يتصرف ببطء. ده كان أوسكار أسر الكلام.